المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. إكمال الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الفضي للخدمة الوطنية. تنظيم مهرجان الإريتريين المقيمين في بريطانيا. الحواجز لمن عطلني من سد فانقراوي. نوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية. الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية. وإيران تفكك شبكة تجسس أمريكية. أهلا بكم مشاهدينا. أكد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبا سايكدي إكمال الاستعدادات التي ظلت جارية للاحتفال باليوبيل الفضي لبدء برنامج الخدمة الوطنية من الأول وحتى الرابع من يوليو الجاري. وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء إرينا في مناسبة الاحتفال الذي سيجري تحت شعار ساوى خيار صحيح نحو مستقبل مشرق، أكد أن تخريج الدفعة 32 للخدمة الوطنية والدورة التدريبية المهنية 10 يجعل الاحتفال مزدوجا، مشيرا إلى تجهيز المتطلبات الأساسية لضيوف الاحتفال. وأكد القيام بالاستعدادات لعروض الكلاستينيكس والكرنفال بأعضاء مركز التدريب والخبراء القادمين من الأقاليم، وصيانة طريق ساوى أغردات وهايكوة ساوى عبر شركة سكن الإنشاءات لضمان النقل الجيد والآمن وتوفير خدمات المياه والكهرباء. وقال إن الضيوف سيصلون إلى ساوى يوم الخميس الأول من أغسطس القادم، ولأن الطريق الأقصر لساوى هو خط أغردات فإن أشخاصا سيعملون في أغردات للتوجيه والإرشاد للطريق والخيارات الموجودة نتيجة تنظيم الاحتفال في موسم الخريف ووجود أودية كبيرة على الطريق. وأفاد المشرف على الكرنفال السيد ألم قبر برهان أن محتوى الكرنفال سيستكشف الدفعات من الأولى وحتى 32 ويعكس البنى التحتية وبرامج التوريث ومرحلة السلام المبشرة الراهنة. أكد أعضاء الخدمة الوطنية العاملين في مختلف المستويات بالإقليم الجنوبي أنهم وجدوا ساوى مكانا للبناء الجسدي والفكري وترسيخ الوطنية وتقوية الوحدة واكتساب العلم والمعرفة. وقال عضو الدفعة الأولى للخدمة الوطنية ومسؤول مكتب الثقافة السيد زرسناي تسفاي أن برنامج الخدمة الوطنية الذي انطلق لتنمية البلاد وتنفيذ أمانة الشهداء ساهم مع بدء قزو الويان في الزود عن الوطن، وكان للخدمة الوطنية دور كبير في ترسيخ القيم الإريترية وحماية الوحدة والسيادة. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي عضو الدفعة 18 للخدمة الوطنية شاب قرماي قبرو أن لساوى دور كبير في ضم المواطنين القادمين من مختلف المناطق والأوضاع الاجتماعية المتباينة في بوتقة ثقافية واحدة وتمتين الوحدة الوطنية. وقال إن الحياة الأسرية في ساوى تأتي في المرتبة الأولى في تقوية الثقة بالذات، موضحا بأن الخدمة الوطنية خيار صحيح لفائدة المواطن ومن ثم المجتمع والوطن. وأشار مسؤول الشؤون التنظيمية في الجامعة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي عضو الدفعة 19 للخدمة الوطنية السيد جبريو التصفاي أن مرحلة السلام الراهنة هي نتاج للاستثمار في برنامج الخدمة الوطنية، ولقد تصدينا كشعب ووطن لكافة العدايات نتيجة الوعي الذي ترسخ في عملية الخدمة الوطنية. اختتم مساء أمس المهرجان 18 للإريتريين المقيمين في بريطانيا، والذي افتتحه مستشار فخامة الرئيس السياسة أفورقيا السيد يماني قبراء في 20 من يوليو الجاري. واشتمل المهرجان المنظم في العاصمة البريطانية لندن على فقرات غنائية وفنية قدمت عبر كوكبة من الفنانين الإريتريين وفرق فنية تابعة لدول الجوار، وسمينارات حول الأوضاع الراهنة وقرية الابتكارات وبرنامج شنغروا وقرية الأقاليم. وشارك فيه الإريتريون من مدن مانشستر وبرمنغهام ونوتنغهام وكوفنتري
أغاليم العاصمة لندن بالإضافة إلى جمعية المناضلين. وتفيد المعلومات الواردة بأن البرنامج المتميز الذي يقدم عبر أعضاء الخدمة الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي وبدء الخدمة الوطنية أضفى على فعاليات المهرجان روعة وجمالا. ولقد عكست هذه قرية أعضاء الخدمة الوطنية الحياة في ساوة عبر استرجاع الذكريات وترسيخ القيم عبر برنامج الخدمة الوطنية ودور أعضاء الخدمة الوطنية في حماية السيادة وبرامج إعمار البلاد. وقال سفير إريتريا في بريطانيا وإيرلندا الشمالية السيد ستيفانوس هابتماريان في الكلمة التي ألقاها أن المهرجان 18 للإريتريين في بريطانيا يعتبر استثنائيا لتنظيمه مع اليوبيل الفضي للخدمة الوطنية. وفي السيمينار الذي عقده مستشار فخامة الرئيس السيد يماني قبرآب قدم توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية التي أعقبته وكذلك تطور اتفاق السلام والتعاون الموقع بين إريتريا وأثيوبيا منذ عام مضى والتأثير الإيجابي الذي خلقه في المنطقة والمساعي الدبلوماسية والنجاحات التي لا زالت تتحقق من حين لآخر والبرامج التنموية التي شرع في تنفيذها وغيرها من البرامج الموضوعة للتنفيذ والمشاركة الفاعلة للمواطنين في البرامج الوطنية. من جهتها قدمت رئيسة الاتحاد المرأة السيدة تسفم كيل تنويرا للقائمات بأعمال فرع المرأة في بريطانيا بعنوان المرأة بالأمس واليوم تركز حول دور الإدارة الكفؤة والرشيدة والقيادة الحكيمة في تنفيذ البرامج العلمية والمواضيع الأخرى التي تتماشى إلى جانبها. وطرح الشباب المقيمون في بريطانيا الذين يتأهبون للمساهمة بالمعرفة المهنية التي يتقنونها في برامج إعمار البلاد وكفاءة المؤسسات بالتردد إلى بلادهم لنقل التقانة المواكبة للتكنولوجيا العالمية طرحوا برامجهم وتجاربهم على المساهمين في البرامج. نظم في داندورف في ضواحي مدينة بيرن السويسرية يوم 20 يوليو الجاري مهرجان الإريتريين في سويسرا بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. واشتمل المهرجان على سيمينار حول الأوضاع الراهنة في البلاد ومناشط ثقافية وفنية ورياضية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في السيمينار الذي عقده المشاركين أن إريتريا دخلت حاليا في مرحلة أفضل نتيجة النهج السياسي المستقل الذي اتبعته والتصدي القوي الشعبي وتبذل الجهود لتدعيم المرحلة بالشراكة والتعاون والتكافل مع الجوار. وأشار إلى التوقعات العكسية للمشاركة الشعبية وروح التصدي في برامج التنمية الوطنية ويجب على المواطنين في المهجر الارتقاء بقدراتهم المهنية وتعزيز المساهمة عبر استيفاء كل المتطلبات. من جانبه أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد آدم عثمان أن المهرجان يقوي تماسك وتنسيق الإريتريين في سويسرا وسيجري العمل لتطويره وتوسيعه مستقبلا. قيم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الكاشبرك النتائج الجيدة لبرامج الرعاية الاجتماعية في الأشهر الستة الماضية في الإقليم. أوضح التقرير المقدم في الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 18 يوليو الجاري بمدينة بارونتو أن برامج تأهيل المحتاجين عينيا وفرص تقديم القروض ورعاية الأيتام ومساعدة المتضررين بالحوادث الطبيعية ودعم الأدوات الدراسية للطلاب في المديريات الـ16 في الإقليم أسهمت في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وبحث التقييم الذي حضره حاكم الإقليم السيد فساي هايله أوضاع العمل والعمالة ومتابعة الأنشطة في جميع المجالات ونتائجها. وقدم المسؤولون القادمون من المكتب المركزي للوزارة توجيهات العمل. وأوضح الاجتماع والأعمال المنفذة لمكافحة العادات الضارة وزواج القاصرات ونتائجها ومراقبة ومتابعة حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل بموجب قانون العمل. ودعا مسؤول المكتب السيد يوب كداني لسد النقص في القدرات البشرية والتجهيزات في بعض المديريات. وقالت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤلؤة قبراء في الكلمة التي ألقتها أن الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من أهم برامج الحكومة الإريترية وتعمل الوزارة بالتركيز على تنمية القدرات البشرية للدفع بأنشطتها.
أوضح مسؤول حماية التربة وحفظ المياه في مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسيني المهندس مرهاوي قمر ميكيل أنشطة النفيرة الجارية لبناء الحواجز لمنع دخول الطمي إلى سد فانكوراوي، وقال إن العمل يشارك فيه يوميا أكثر من 200 شخص، وقد تم حتى الآن بناء الحواجز بطول حوالي 23 كيلومترا في مساحة 11 هكتار، مؤكدا أهمية العمل الجاري لحماية انجراف التربة وخلق الفرص الملائمة لتربية الأسماك. وأشار إلى حفر حوالي 6000 حفرة لقرصها بالشتول في ضفاف السد كجزء من العمل، وسيتم قرص الشتول قريبا. وذكر مسؤول وحدة الأسماك في الإقليم السيد تسفاهي والتسفاطيون وزارة الثروة البحرية بدأت العمل منذ عام 2008 في الإقليم إدراكا لأهمية تربية الأسماك في المياه العذبة، وأشار إلى إقامة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في فانكو، وبدأت بتقديم الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا بأن الأنشطة الشعبية تسهم في نظافة السدود. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال مسؤول طبي أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرين في انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت نورة حسن التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو أن المستشفى استقبل 7 جثث و27 مصابا، بينهم 17 في حالة خطرة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من مقتل 26 شخصا بينهم مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا إلى جانب بريطاني خلال اقتحام فندق في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012. وقعت الإمارات والصين عددا من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والذكاء الصناعي والمجال العسكري خلال زيارة دولة بدأها الشيخ محمد بن زايد للصين بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين. وشهد توقيع الاتفاقيات في قصر الشعب في العاصمة الصينية بكين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الصيني شي جين بينغ. وقعت الدولتان اتفاقية تعاون في المجال العسكري بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين في المجال العسكري. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجي والتدريب وتبادل الخبرات. ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن أحكاما بالإعدام صدرت على بعضهم. وعرض التلفزيون الرسمي صورا قال إنها لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانوا على اتصال بالجواسيس المشتبه بهم. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان لوزارة الاستخبارات أن الجواسيس وعددهم 17 اعتقلوا خلال السنة الفارسية التي انتهت في مارس 2019، ولم يرد أي تعليق من المخابرات الأمريكية أو المسؤولين الأمريكيين. وكانت إيران أعلنت في يونيو أنها فككت شبكة تجسس تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لكن لم يتضح ما إذا كان الإعلان يرتبط بنفس القضية. ويأتي الإعلان عن الشبكة المزعومة بعد 3 شهور من مواجهة متصاعدة بين إيران والغرب بدأت في الأول من مايو مع تطبيق عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة. وفي الأسبوع الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مضيق جبل طارق في 4 يوليو الجاري. شوارع الدار البيضاء المغربية تكتسي بحلة من الألوان الزاهية بعد أن زين فنانو جرافيتي جدران ومباني المدينة برسوم حديثة احتفالا بمهرجان فن الشارع سباق باقة
السنوي. وانطلاقا من الشغف بفن الشارع، ركزت نسخة هذا العام من المهرجان، وهي السادسة منذ 2013، على أفكار معاصرة. ويقول المدير الفني للمهرجان هشام باهو أن المهرجان يتيح للفنانين من أنحاء العالم فرصة لتزيين المباني الكبيرة بالدار البيضاء، وهو أمر يرحب به سكان المدينة بشدة، مضيفا أن أحد أهداف المهرجان هو توعية الناس بمثل هذا النوع من الفن. خلال المهرجان شوهد الفنانون في أرجاء الدار البيضاء وهم يرسمون جوانب المباني مستخدمين أدوات رسم كبيرة ومصاعد خاصة بعمليات الإنشاء لتزيين المباني العملاقة. ونظم المهرجان خلال الفترة بين 2 و18 من يوليو الجاري. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.